عبد الستار. شكون اول صاحب اول فيلم رعب في السينما العربية والمصرية؟ عبد الحميد بوشناك دشرة العربية. الفيلم اسمه سفير جهنم، انتاج مصري، صدر اول عرض ليه 19 فيفري 1945، بطولة الشخص اللي فركز فيه معاه ليلى فوزي، فؤاد شفيق، فردوس محمد، بالاشتراك مع المطرب عبد الغني السيد، خاطر فيه غناء يوسف وهبي. برافو برافو. هو رعب اول فيلم رعب وفي غناء. اي في غناء، في غناء، خاطر عنده قال على يوسف وهبي كتب روايه اسمها اسمها الشيطان، ثم وعمل اخرجها خرجها يوسف بيك وهبي. يوسف بيك وهبي وثم كعمل مدينه رمسيس للانتاج. كان تقريبا حول في المسرحيه هذه الى فيلم، وخرج معنا للعموم في 19 فيفري 45، لكن وقع ايقافه، اعتبروا ان الفيلم فيه مشاهد رعب، رعب كبيره مخيفه ومقلقه وما لازمش يتفرج فيها الجمهور. باغيتيل، انا نحب نشوفه داير، مش نحاول نشوفه. اسمه هو سفير جهنم. سفير جهنم الحكايه، الحكايه نتاعو انه شخص ديما قليل وشو ديما يتذمر وكذا، فلبسوا شيطان ولا شيطان معنا ولا شيطان بذا مثل يوسف وهبي الشيطان، مثل يوسف بك وهبي. 1945 الور للأسف، كما قلت للأسف الشديد الفيلم هذا موجود، الفيلم موجود، تم نعمل عرض ثم تعرض في المدة الأخيرة معنا تقريبا 20 سنة التالي عرضوه معنا باعتبار أنه أفلام الرعب، خطر وقتها يبدو أنه حتى الرعب يتطور ولا لا، يبدو أنه وقت ظهرت لهم حاجة غريبة، لما تعرف هابي اند معنا ديما نهاية سعيدة وفرحة مسرورة وكذا، والفرح الخميس أي الجاي. ايوه يا اخي، هذيك عمل لهم فيلم هكا مرعب وكذا ومخيف، قال لك فك علينا من شنو عندنا حالينا هالمنظر كذا. بالكونتري انا فما فيلم تونسي كان يخوف، ام عباس اللي فيه الزهرة فايز، زهرة فايز والله كان يخوف. ابو ساعة صيحة صيحة في صراخ، صيحة في صراخ، الصراخ اللي تمثلها السيدة سلوى محمد ربي يحفظها، هي صغيرة عمرها 16 سنة تقريبا وقت فضلها تصيح وفيها فيها عمال الخريف يا من عشا شكون ام عباس. لا صراخ، صراخ مثل فيه في شو اسمه في الاخر بتاع السياق اللي سميته انت قبيله، في حشيشه، مختار حشيشه ولا شو اسمه، لا لا جميله عرابي، المغنيه حسيبة رشدي، سيدة حسيبة رشدي. وسيده سلوى محمد وقتها انا سالتها عليه الفيلم، قالت لي انا عمري 15 سنه عمال خليفي صراخ، 16 سنه تقريبا انا هي ما تعرف محلاش زينه وسمره وعينيها خضر، لكن تغزر وتصيح صيحه تتقشع الدم يقول لي عباس يخوف زاد في لسان، فما لسان. انا سنه صراخ 1972، اخراج عمار الخليفي، تاليف عمار الخليفي وعمار الخليفي، دونك طاقم العمل سلوى محمد، انيسه لطفي، السيده انيسه لطفي، مختار حشيشه، جميله عرابي، احمد زعيبي، محمود دراجي. دونك هذا طاقم العمل نتاع الفيلم هذا صراخ.